الشيخ محمد حميد، ديوان الحاج محمد جواد الأسدي، هو من تحقيق الدكتور كامل سلمان الجبوري، لو الشيخ محمد طاهر السماوي، لو السيد سلمان هادي آل طعمة. عندك 30 ثانية بلشت، وقت كافي 30 ثانية على مثل السؤال، لو مو كافي 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 خلاص، هي قواعد اللعبة بعد نص الوقت انتهى. الآن ظلن 5 ثواني، 3-1 انتهى الوقت. أريد إجابة الآن. الجواب الثاني شيخ محمد طاهر السماوي. الشيخ محمد طاهر السماوي نثبت، لأن الوقت انتهى. دقات القلب إيش قد تقرأ الآن؟ ما أعرف. ما تدري؟ ما أدري. ها؟ منير يقول 160. الإجابة صحيحة لو كنت بختار الشيخ السيد سلمان هادي آل طعمة. مع الأسف إجابتك خاطئة أخوي. السيد سلمان هادي آل طعمة و210 في قبال 190.